تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، من خلق هذه الأزمات؟ قرارات غير مدروسة من الحكومات السابقة والمجالس السابقة التي للأسف لم تأخذ يعني بدورها في الرقابة، وللأسف الوزير الذي قاد هذه السياسة الخاطئة هو نفس الوزير اليوم في النهج الجديد. أنا ما أدري كيف يكون نهج جديد وتصحيح للفكر ونفس الوزير يتكرر نفسه بأخطاء السابقة وأخطاء الحالية. الدراسة التي رفعت إلى سمو الأمير قالوا له تواضع، وهذه الدراسة قبل ما يتشكل هذا المجلس، تواضع أداء بعض القيادات التنفيذية. وين العمل بهذه التوصية؟ إذا كان من أهم الأمور التي تدار فيها البلد الحالة المالية، نفس الوزير السابق، وين تواضع أداء القيادات التنفيذية؟ ثم بعد ذلك كم دراسة قدمت للكويت؟ دراسة ماكنزي، تقرير بلير، تقارير البنك الدولي، لجنة إصلاح المسار الاقتصادي، غرفة تجارة صناعة الكويت، كل هذه الدراسات. والآن يأتي مجلس الخدمة المدنية يقول بنقعد معاهم كل شهر، يعني شو الفائدة فوق هالدراسات اللي قدمت؟ دراسات بعد تقدم. لذلك لابد من نية صادقة في الإصلاح. حكومة تعد وتكتب وتوثق وعودها وتخلف هذه الوعود، وبعدين تقوم بحرب إعلامية ضد النقابات وتظن أن اللي يكسب الشارع هو الفائز، وتجيب متطوعين. أنا أول مرة أشوف دولة تواجه إضرابات بتنزل جيش وشرطة وحرس وتجيب متطوعين مقابل الإضرابات. هذه ما تصير ولا دولة في العالم الآن، كل دول العالم متحضرة يصير فيها إضرابات، ما نسمع مثل هالكلام. هذا الناس تدخل في تفاوض، تدخل في يعني شيء يصلون إليه حد أدنى، ثم بعد ذلك يفك هذا. أما يصير تداخل مثل هذا التداخل في الدولة، لجان عمل تطوعي وجيش وشرطة وتهديدات مقابل إضرابات نقابات، وين الحكومة من مسرحين القطاع الخاص؟ وين الحكومة من القانونيين الذين ظلموا؟ وين الحكومة من الظلم الواقع؟ هذا اللي نريده الآن. نريد نهج جديد، نريد مطالبة حقيقية بسلم وظيفي، ومطالبة زيادة حقيقية لا تقل عن 35% و20% متقاعدين، وتفي الحكومة بوعودها. شكرا سيد عبد الدكتور.